السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون عندنا تطبيق على عمل المؤقت في نمط الـ PWM. مثل ما حكينا في نمط الـ PWM تجينا نبضة الانتر كلوك تدخل على الثروج كنترولر، ومن ثم تذهب إلى البري سكيلر بيتم التقسيم على الرقم يلي بدنا إياه، ومنه بيروح على الكاونتر. أيضا الكاونتر راح يعد حسب نحن نسبة العد يلي عنا، وبالتالي على البين اوت للتايمر راح يطلع عندي التردد المطلوب. طبعا اول شيء راح نعمل تطبيق صغير على توجل ليد، ومن ثم ننتقل الى تطبيق البي دبليو ام على محرك سيرفو موتور. طبعا ننتقل الى الكيوب ام اكس، نفتح ملف جديد، مشروع جديد، ناخذ اسم الشريحة المطلوبة 407 VG، هذه الشريحة المطلوبة. نحن ذكرنا سابقا يا شباب انه عندي الـ PD 12 على البورد موصول مع الليد المستخدم، الليد المستخدم هذا الحكي حكيناه سابقا. لاحظ هذا الكلام موجود هون، صح الحكي ولا لا؟ فلذلك انا الان راح استخدم بالكيوب ام اكس، راح فعل البي دي 12 ولكن راح فعله ايش؟ كقناه بي دبليو ام. فلذلك راح نجي ناخذ التايمر يلي بفعل لي القناه المطلوبه. طبعا من خلال المعرفه البحث عندي التي ام 4 هو اللي بفعل لي البي دي 12 كقناه بي دبليو ام. لاحظ حتى اذا طلعت هون فتحت على البي دي 12 بيقول لك انه تيم 4 هو عباره عن ايش؟ عباره عن قناه بي دبليو ام. طبعا انت بدك تعمل تفعيل او انيبل للقناه، وراح فعل يا شباب البي اي 1 او عفوا بي اي 0 ك انبوت مشان استخدمه ككباس. راح اتركه باي ديفولت 16 ميجا هرتز تردد الكلوك. بيجي على تيم 4، طبعا 16 ميجا بالنسبة للكلوك مثل ما شفنا. شوف هاي الكلوك عندك 16، طبعا 16 ميجا اذا حطيت هو 16000 بيبقى عندك 1000. اذا جينا حطينا على الكاونتر 100 معناتها بيخرج 10 هرتز. طبعا هون اذا حطيت 50 يعني نسبة من 100 يعني معناتها الديوتي سايكل راح يكون ايش؟ 50%. طبعا اذا جيت انت هون حطيت على سبيل المثال 200 وبدك 50% بتحط هون ايش؟ بتحط 100. يعني دائما بتحط الرقم الموجود هون بالبلز هو نص الرقم على الكاونتر. نحن بدنا التردد 10 هرتز، معناتها بدي قسم 16 ميجا على 16000 بضل 1000. اذا قسمتها على 100 بضل 10، بضل ايش؟ 10، معناتها التردد 10 هرتز. اذا هي نص ال 150. ابلاي اوكي. كمان بيجي على جي بي اي او. هلا بجي بي اي او بتوقع اموره نظاميه، ما عندي شيء يعني انبوت مود ما في مانع، سميته او ما سميته ما في اشكال. Thank you.
إذن هذا هو ملف الدوتسي يا شباب، مثل ما هون شايفين في عنا تهيئة لمكتبة الهال، وهي هي حلقة الواي اللي شايفينها، الحلقة اللانهائية. تمام، فأنا بجي بفعل ال PWM. إذن بكتب التعليمي اللي بتبدأ ال PWM هال underscore تايمر underscore PWM start حرف كبير، بعدين and h time 4 لأنه عم بستخدم التايمر الرابع، فاصلي تايمر underscore channel، هنا قناة عم تستخدم القناة الأولى، القناة 1. إذا هون شو هون عم بساوي يا شباب؟ start PWM. طبعا هون كمان بالنسبة للديوتي سايكل 50%، فبكتب كمان ht.instance تحميل القيمة في مسجل CCR1 شو قيمتها؟ 50. هاي شو هي يا شباب؟ هاي الديوتي. طبعا صح انت بالكونفيجريشن حطيتها، لكن هون اجباري بدك تكتب هاي التعليم لحتى يحمل القيمة 50 في السي سي ار 1. طبعا هون 4. تمام، شايف شلون تغيرت الشكل التعليمي. تمام، بنسيب، نعمل عملية build. في خطأ، في عندي error. رجعت مسحت التعليم وكتبتها من أول وجديد يا شباب، بقى ما بعرف بدكم تطلعوا هلا بالفيديو مطلع عجب ليش شو كان الغلط. هاي هي التعليم الصحيحة وتنفذ بشكل صحيح. إذا هون راح يعمل توجل للليد. تمام، يعني كل 50% أو على ديوتي سايكل 50%. هلا راح اعدل البرنامج بحيث انه استخدم الدخل اللي استخدمته في الكيوب ام اكس، هذا الدخل انبوت، وبحيث كل ما ضغطت عليه يزيد قيمة ال بي دبليو ام بمقدار 10%. اذا مع الضغط، طالما انا عم بضغط فبتزيد، عم بتزيد معي ال بي دبليو ام 10% حتى اوصل لل 100% بيرجع بيصفر. فمعناتها هون الاضاءة بدها تزيد شوي شوي. طبعا معناتها هون الديوتي سايكل يا شباب راح تصير متغيرة ضمن حلقة الواي، صح الكلام ولا لا؟ ما راح تاخذ قيمة ثابتة. ف راح اعرف الديوتي سايكل، راح اعرف الديوتي سايكل راح اسميها ديوتي سايكل وتبدأ من الصفر. راح نجي على حلقة الوايل وافحص حالة المفتاح، افحص حالة ايش؟ المفتاح GPIO. طبعا فحص حالة المفتاح هي عن طريق التعليم read pin، read pin GPIOA. GPIO underscore 0 راح افحص حالته، اذا كان بحالة ضغط يعني pin set،
طبعا بدي افحص حالته وافحص انه طالما هو مضغوط وايد، يعني طالما هو مضغوط هاي الاشارة بتحطوها، بعدين بقول له هال نفس التعليمة، بدي اكرر هاي التعليمة. طبعا هون يا شباب بين صفر هون، عندي هون قوس 2 3 معناتها هذا قوس ثالث. ايه شو بدي يساوي طالما المفتاح مضغوط؟ راح يقول له روح حمل قيمة الديوتي سايكل في الدوت انستانس، طبعا في السي سي ار 1. شو قيمتها راح تكون؟ ديوتي سايكل، خود اخذها من هون عشان ما نغلط في كتابتها، لانه طبعا هذا تعريف الديوتي سايكل تي شو ما بدك تسميها، لكن بالنهاية اذا كنت سميتها ديوتي سايكل لازم تلتزم بهاي التعليمي. اذا والديوتي سايكل شو تساوي؟ ايش القيمة السابقة للديوتي سايكل؟ +10. هلا بفحص إذا صارت الديوتي سايكل أكبر من 100، إذا صارت الديوتي سايكل أكبر من 100، إذا الديوتي سايكل أكبر أو يساوي 100، شو راح يصير عندي؟ صفر لي اياها. ديوتي سايكل يساوي صفر. بعدين راح قل له راح اعطيه تعليم الديلي هال underscore delay وليكن 0.1 ثانية او 100 ملي ثانية. في عندي خطأ؟ في عندي خطأ رح شوفه. والله يا شباب ضليت أكثر من ربع ساعة إلا بين معي الخطأ. تخيل الخطأ إنه الأندر سكور حاطة 2، هيك حاطة بدون ما ننتبه. إذا عرفتوا الخطأ وين، هذا هو الخطأ، وهي كانت وحدي كمان هون نفس الشيء. سبحان الله، شايفين؟ إذا البرنامج معناته نظامي. نظامي. طيب يا شباب راح نستخدم الآن الـ PWM في تشغيل محرك سيرفو. راح نشكل مشروع جديد. في البداية راح فعل الهزاز الخارجي من الـ RCC الهاي سبيد، طبعا راح اخذ
من كريستالي خارجية، وراح أخذ التايمر رقم 2 اللي هو طبعا بفعل القناة PA0، راح أخذه ك PWM. تمام، طبعا جينا على الكلوك كونفيجريشن، بما انه هو اكسترنال قلنا دائما اذا كان 25 بنحطه 8 ميجا. تمام، راح اخذ التردد هون 45 ميجا هرتز مثلا، فاما بحط 45 نشوف شو راح يطالع هو. إذا أنا حطيت 45 هون، هو يعني عمل الكونفيجريشن وطالع علي. تمام، طبعا فتحت الآلي الحاسبي هون يا شباب، راح يلزمني بالنسبة لحساب التردد. هلا لاحظوا معي هون يا شباب، أنا في عندي تردد الكلوك 45 ميجا، 45 ميجا. تقسيم قديش بدك تردد البين اوت يعني على المحرك، بدي اياه 50 هرتز مثلا، فراح يطلع معك هذا الرقم. فطالما طلع معك هذا الرقم، معناته انت بدك تخرج هذا الرقم، او عن طريق هذا الرقم بدك تنتقل من ال 45 ميجا لل 50 هرتز. فاذا هاي ممكن نحطها 90، وممكن نحط الكاونتر اوتو ريلود حطه 1000. هدول اذا ضربتهم ببعض، عفوا هي 900، راح يطلع معي هذا الرقم، واضح؟ راح يطلع معي 900000. بفعل مقاطعة التايمر، بعطيه ابلاي، سيرفو، شايف؟ طيب شباب، قبل ما ننتقل لكتابة البرنامج لازم نحط في بالنا انه التردد مثل ما قلنا 50 هرتز، ال 50 هرتز يعني يعادل 20 ملي ثانية. فنحن راح نغير الديوتي سايكل من النص ملي ثانية حتى 2.5 ملي ثانية. طبعا إذا غيرنا من النص حتى نص ملي ثانية راح يكون بالوضع صفر، راح ينتقل للوضع صفر. إذا غيرنا على 1.5 راح ينتقل ل يعني إذا كانت 1.5. طبعا هون في شغلي إنه أنت حاطط بالسي سي آر واحد حاطط القيمة 1000 مثل ما شفنا. تمام، فمعناته هون القيمة يعني إذا بدنا نحكي على النص ملي ثانية، هي قديش قيمتها من التردد ال 20 ملي، أو من الزمن ال 20 ملي الذي يعادل التردد؟ هي 2.5%. 2.5% إذا ضربناها ب 1000 بتطلع 25. بتطلع قديش؟ 25. كذلك الأمر بالنسبة
بقية القيم اللي أنا راح أغيرها. فهون مع تغيير كل قيمة راح ينتقل بمقدار 90 درجة، تمام؟ إذا غيرت أنا من النص لاثنين ونص، بعد ما أضرب بإيش؟ بألف. بعد ما أضرب بإيش؟ بألف. خلينا في البداية نبدأ الـ PWM، التعليمة اللي أخذناها قبل قليل. نبدأ تايمر، أخذناه الثاني أين قناتي يا شباب؟ القناة الأولى، القناة الأولى. إذن هون عندنا ستارت، لا هون هذا القوس سحب بالخطأ. هذا تعليق، هذا تعليق لا يغني ولا يسمن من جوع. ضمن حلقة الواي راح اكتب الكود. اول شيء راح حمل القيمة 25 اللي هي تعادل نص ملي ثانية، مثل ما قلنا دوت انستانس. تمام، بعدين راح اعمل ديلي. بمقدار ثانيتين راح كرر التعليم نفسه، ولكن مع تغيير القيمة المحملة هنا. هاي 75 ايضا. هاي 125 وهكذا. طبعا هون هال كمان ممكن اعمل هال مرة تانية لما بدي يرجع يعاود يرجع للصفر، يعني خليها تكون 4 ثواني. طبعا هذا موضوع انت بتتحكم فيه، عفوا ثانيتين، يعني موضوع انت بتتحكم فيه طالما الهاردوير موجود. أعتقد مش الحال. لا والله ما مشي الحال يا شباب، في خطأ. تعالوا نشوف. اي طبعا في بيت خطأ، هذا شيء اكيد. طبعا في شيء خطأ. نظامي. هلا شباب المرحلة الثانية، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بدي صير غير قيمة الـ duty cycle بشكل متدرج، يعني أو خليها تزيد أو تخلي المحرك يعني يدور، ولكن بشكل إيش؟ مستمر، بدون إنه والله من الصفر للتسعين وبيرجع أو أكثر، لا. إذن المرحلة الثانية مثل ما نكون شايفين، هاي المرحلة الثانية سنجعل الدوران مستمر عن طريق زيادة الديوتي سايكل بمقدار واحد كل 100 ملي ثانية، تمام؟ إذن بدي أعمل أنا تزايد للديوتي سايكل. نرجع للبرنامج، بنعلق هذول التعليمات.
راح نعرف انتجر اي ونعطيه قيمة ابتدائية 25 اللي هي قيمة الزاوية صفر، ونعمل تأخير بمقدار 1 ملي ثانية. بعدين راح أعرف حلقة، اكتب واي انه طالما الاي اقل من 25 طبعا هون طالما الاي اقل من 125 شو راح يساوي؟ شو راح يساوي بهالحالة هاي؟ راح يعمل تزايد، صح الحكي؟ إذا أول شيء راح أحمل قيمة الديوتي سايكل أو اللي هو الآي، السي سي آر واحد، شو راح تكون قيمتها البدائية وشو راح تاخذ قيمة آي، ولكن كل مرة راح تتغير قيمتها. في البداية كانت آي، بعدين عملت لها تزايد، عملت تأخير 1 ملي سكند، صح الكلام يا شباب؟ رجع شو سوى هون؟ بده يرجع لهي القيمة، حط فيها القيمة الجديدة، زاد بمقدار 1، عمل تأخير 1 ملي ثانية، رجع مرة تانية حط القيمة يلي بعد ما جمعها. إذا يستمر في هذه الحالة حتى يصل إلى القيمة 125. طبعا ممكن هون أعمل ديلي كمان. هاي الديلي أنتو لما بتنفذوا هاردوير جربوا إذا حطيت ديلي أو ما حطيت شو ممكن يعطيك. طبعا هاي الديلي مع الهال، هال اندرسكور ديلي، وهون هال اندرسكور ديلي، وهون ال HTM2 طبعا لك. تعال نشوف، تمام. إذا نفذت أنت البرنامج هيك لازم يعطيك الشكل، أو لازم يعطيك الهاردوير بهذا الشكل. هيك لازم يصير واحد يرجع بعدين يعمل تزايد، بينما بالحالة الأولى لما كان يقفز 90 درجة كان الشكل بالشكل التالي. هاي الحالة الأولى. وشكرا لإصغائكم.